أهلا بكم من جديد. اقترضت الهيئة العامة لقناة السويس تمويلا بقيمة 600 مليون دولار من 4 بنوك محلية حسبما نشرت جريدة الشروق المصرية. القرض الذي صرفته البنوك مؤخرا لصالح الهيئة عبارة عن تجديد لقرض سبق وأن حصلت عليه الهيئة منذ عدة شهور بغرض المساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنى التحتية التي تقوم بها. ويشارك في توفير القرض البنك الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي والعربي الأفريقي، وهي نفس البنوك التي اقترضت منها الهيئة 400 مليون دولار قبل عامين لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر مشروع تفريعة قناة السويس والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن الخبير الاقتصادي شريف عثمان، وكذلك أرحب بضيفي عبر الهاتف من القاهرة الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة. أبدأ معك دكتور هشام، بعض المسؤولين الحكوميين في مصر يتحدثون عن زيادة في إيرادات قناة السويس حتى ولو كانت زيادة بسيطة، يعني كيف نفهم هذا وفي نفس الوقت خلال العامين السابقين فقط قناة السويس اقترضت ما يقرب من مليار دولار من البنوك المصرية، يعني ما يقرب من 18 مليار جنيه مصري، كيف نفهم هذا وذاك من الناحية الاقتصادية؟ مساء الخير. في البداية تحية للسادة المشاهدين. مسألة اقتراض هي قناة السويس ليست جديدة. على مدار السنوات الماضية هذه الهيئة على الرغم من كل ما وعدها بالنقد الأجنبي إنها تحتاج في بعض الفترات لضبط مسألة التدفقات النقدية فكان داخلة أو خارجة منها، فتحتاج لشق تمويل. الحقيقة مسائل الاحتياج للتمويل مرتبطة أو كانت مرتبطة في مسار على مدار عقود وليس سنوات بعمليات التوسيع أو تعميق الغاطس، لكن الحقيقة أضيف لي الحقيقة منذ سنوات معدودة ومنذ طرحت شهادات قناة السويس اللي الحقيقة نجحت في جمع 64 مليار جنيه، كان معلوم إنه هي قناة السويس لا تستخدم هذه الاموال فقط في القناه الجديده، لكن بتستخدمها في حفر الانطاق اللي بتربط اقاليم بورسعيد وسينا والمصايد، وفي ايضا قناه جديده الحقيقة اشرت اليها اللي هي شرق بورسعيد، وبالتالي ما تم جمعه من جزء منه استخدم فعليا في حفر القناه الجديده، والجزء مرتبط بحفر الانطاق، وده بالفعل اللي بتحتاج للحقيقه من وقت لاخر لتمويلات بالنقد الاجنبي لسداد الالتزامات المستحقه للشركات التي تعمل في هذا المجال. طيب دكتور هشام، لعلي كثير من نحن غير متخصصين في الاقتصاد، لكن ممكن سؤال بيطرح نفسه هنا الان. طيب اما يعني حفر ما يقال عن تفريعه قناه السويس، سواء كان رئيس الدولة أو رئيس الوزراء آنذاك أو الإعلام المصري كله قال إن هي تدخل مليارات، يعني حتى وصل الأمر بأحد الإعلاميين قالها تدخل 100 مليار وغيره قالها تدخل 20 مليار دولار، إلا أن بعد يعني سنوات قليلة يبدو أنه لا يوجد أثر لهذه المليارات التي تحدث عنها ابتداء رئيس الجمهورية وانتهاء بالإعلاميين في مصر، فأين هذه المليارات؟ خلينا نوضح انه دراسه الجدوى للمشروع ومنذ البدايه هو لانه مؤكد الايرادات سوف تتزايد تباعا وصولا حتى 2022. مفترض انه هذه الايرادات كي تتحسن مرتبطه بامرين. الامر الاول هو تعافي حجم التجاره الدوليه وارتفاع اسعار النفط العالميه. يحدث بالفعل خلال نقدر نقول السنه دي والسنه الماضيه بدانا نشهد تعافي مقبول في حجم التجاره الدوليه، ومن ثم يبقى نصيب قناه السويس من التجاره الدوليه اللي حاليا بنتكلم في حدود 11% يمكن ان يتزايد، لكن هذا لن يتزايد بشكل طبيعي، سوف يتزايد بفعل ما يمكن ان تقوم به الهيئه من تقديم خدمات لوجستيه ما زالت هي بعيده عنها حتى الان، وعشان كده الهيئه بتبرم عدد من الاتفاقات مع عدد من الشركات اللي هي علشان تدخل بقوه في عصر الخدمات الاستي. ابقى معايا دكتور هشام. الثاني هو مرتبط بتطوير المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. تمام انا يعني فهمنا هذه النقطه، ده معناه ان التفريعه في حد ذاتها لن تدخل اموال الا باستثمارات جانبيه. ابقى معي دكتور هشام، ساعود اليك بالتاكيد واذهب الى ضيفي الخبير الاقتصادي شريف عثمان. سيد شريف، نفس السؤال،
اقتراض من جانب من قبل هيئة قناة السويس، على الرغم من أن يقال أن هناك يعني إيرادات زيادة حتى عن العام الماضي وصلت إلى 10% بحسب بعض المسؤولين الحكوميين. كيف نفهم هذا وذاك؟ يعني كان من المفترض أو هكذا وعدنا المسؤولون أن يكون كل الانفاقات الموجهة للقناة دلوقتي أنها سترد بكاملها من الإيرادات الإضافية التي تأتي من القناة، ولم يحدث ذلك. وقيل أن الزيادات طفيفة بسبب ضعف التجارة العالمية، لكن يعني جميع الدراسات بتقول أن ما كانش في دراسة جدوى جيدة للموضوع قبل بدءه، بالإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في مناسبة أن الغرض كان يعني تجميع المصريين حول مشروع قومي. ده الأساس يعني، يعني واضح أن ما كانش في جدوى اقتصادية قوي من حفر الموضوع. لكن يعني لو بصينا كمان من ناحية تانية، فهنلاقي أن القروض اللي بتوجه لقناة السويس دلوقتي كان مفترض أن الإيرادات اللي بتيجي من قناة السويس هي اللي تصرف على القناة. فلو احنا دلوقتي بنتكلم ان القناه لسه بتقترض، فده معناه حاجه من الاثنين، اما ان القناه خلصت الايرادات اللي بتجيلها وبالتالي محتاجه لقروض اضافيه، او ان الدوله بتاخد الايرادات اللي بتيجي من قناه السويس وقناه السويس بتقترض من البنوك، فده معناه كانه اقتراض موجه للدوله ولكن بصوره غير مباشره. طيب ايضا هنا السؤال، أو ما فهمت من كلامك أن تفريعة قناة السويس والتي صرف عليها ما يقرب من 64 مليار جنيه مصري لم تكن لها فائدة، ما كان يجب لها أن يعني تكون أولوية في هذه الفترة سيد شريف؟ بالتأكيد بالتأكيد، واستنزفت ما كان موجودا في ذلك الوقت من احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما أدى بعد ذلك إلى تعويم الجنيه، وبالتالي يعني انخفاض قيمته لأكثر من النصف، وانخفاض مستويات الدخول للمصريين، ونزول أكثر من 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر. طيب اسمح لي، البعض بيتحدث على ممكن 2022 يكون الحل أفضل بالنسبة للقناة وتدخل إيرادات أكثر، يعني إذا أقيمت بعض المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتفريعة الثانية. إيه رأيك في هذا الكلام؟ التقييم من الناحية الاقتصادية يعني؟ يعني هما الكلام اللي كان اتقال ان هي في عام 2023 يفترض انها تصل الايرادات الوارده من قناه السويس الى حوالي 13 مليار دولار، لكن يعني ما فيش اي حاجه تقول الكلام ده. احنا بنتكلم دلوقتي ان ايرادات القناه في اخر عام هتتجاوز ال 5 مليار بقليل، ده نفس الرقم اللي كان بيتحقق. ما فيش اي عام من بدايه من عام 2011 قلت فيه ايرادات القناه عن 5 مليار دولار. طيب يعني سؤال قبل أن أتحول للقاهرة سيد شريف، فيما يخص الجانب الخاص بالاحتياط النقدي في مصر، النهاردة احنا بنتكلم عن ما يقرب من 44 مليار دولار، هذا لم يحدث في تاريخ مصر منذ التسعينيات أن وصل الاحتياط النقدي من الدولار لهذا الرقم، ما هو تفسيره من وجهة نظرك؟ هل عائد لمسألة قناة السويس الأموال بتروح، ولا عائد لأمور أخرى يعني؟ لا يعني للأسف كل هذا الاحتياطي من النقد الأجنبي جاء عن طريق الاقتراض، فإذا كان الاحتياطي النقد الأجنبي في آخر عامين زاد حوالي 20 مليار دولار أو 25 مليار دولار، فالقروض زادت من 30 ل 35 مليار دولار، وما زالت في ازدياد وتكلفتها مرتفعة، وبالتالي فإن يعني هذا الاحتياطي هو وهمي ولا يعتد به بالمرة. طيب عودة للدكتور هشام، دكتور هشام، السيد شريف عثمان بيقول لك ما كان من الأولوية أبدا لمصر أن تقوم بحفر تفريعة أخرى في قناة السويس، 64 مليار جنيه مصري كانت الأولى بها مشروعات أخرى، وبالتالي لا تنتظر حتى في السنوات القليلة المقبلة أي عائدات إضافية من قبل قناة السويس، إيه رأيك في الكلام ده؟ خلينا ننضح على انه القناه الجديده ليست هي الهدف في حد ذاته. الهدف هو تنميه اقليم قناه السويس، وهو ده اللي يمكن ان يجتذب استثمارات
اللي البعض كان بيتحدث عنها انها يمكن ان تصل ل 100 مليار دولار. ما كانش ممكن نبدا بتنميه هذه المنطقه الكبيره وبيحدث اختناقات في عبور السفن قافله الشمال وقافله الجنوب وانتظار 18 ساعه، كان مؤكد انه الامر هيكون اقصى صعوبه، وبالتالي كان نقطه البدايه الصحيحه علشان نعمل تنميه حقيقيه لقناه السويس وان يتدفق اليها استثمارات كبيره ان يتم حل مشكله الاختناقات في قناه السويس، خاصه انه في حال لو جنحت احد السفن حركه السفن بتتوقف، وبالتالي كان نقطه البدايه صحيحه ان نتعامل مع الاختناقات اللي موجوده، وحتى لو البعض لم يرى انه العائد المنتظر قد يتاخر قليلا او كثيرا، لكن اتصور ان هي دي نقطه البدايه ان صحيحه اذا طيب كان هناك دكتور هشام اسمح لي الدخول لتنميه قناه السويس وتعظيم القيمه الاقتصاديه لهذه المنطقه المستحيله. طيب دكتور هشام، يعني لم يسمع احد ابدا ان كان في هناك اختناقات في مرور السفن في ما يخص قناه السويس حتى قبل التفريعه، قبل التفريعه كانت قناه السويس بتدخل 5 مليار دولار والان تدخل 5 مليار دولار، ده معناه ان عدد السفن الذي يمر يعني المتوسط هو واحد، وبالتالي اين الاختناقات؟ يعني اين الحاجه لحفر تفريعه جديده تكلف المصريين 64 مليار جنيه مصري؟ لا، احنا العام الماضي الايرادات الهيئه تجاوزت او وصلت ل 5.3 مليار، متوقع السنه دي ان شاء الله هكون في حدود 5.5 مليار دولار، يعني تجاوزنا ال 5 مليار. الحقيقه كان هناك حد اقصى لعبور السفن سواء كان من الشمال او من الجنوب، بنتكلم على 48 او 49 سفينه، مؤكد انه اتساع القناه ووجود تفريعه او قناه جديده علشان لو في اي سفينه اضطرت للوقوف لسبب او اخر كان مهم جدا انه يتم سحبها لهذه المنطقه، واتصور انه عمليات التوسعه وتعميق الغاطس دي مساله اعتدنا عليها مع هيئه قناه السويس على مدار سنوات طويله، وهي ده اللي بيمكن الهيئه طيب. بيرفع درجه تنافسيتها، بيرفع قدرتها على استيعاب كبرى السفن العالميه. مساله المنافسه اللي موجوده الكبيره اللي موجوده فيه ما بين الشريين المائيه على مستوى العالم محتدمه للغايه، ومهم جدا انه قناه السويس تحافظ على درجه تنافسيتها ليس فقط مع قناه بنما لكن كمان مع كل الشريين المائيه على حول العالم، ومهم جدا انه قناه السويس تحافظ على هذا القدر من المنافسه، وبالتالي ما ينفق في الوقت الحالي اللي الحقيقه البعض بيركز على انه الرقم كان كبير للغايه، وكما اعلن انه الرقم اللي استخدم فعليا في هذه القناه لا يتخطى او لا يتجاوز ال 25 مليار جنيه، الجزء الاكبر بالمناسبه من اموال المصريين اللي جمعت في شهادات قناه السويس اللي وصلت ل 64 مليار، الجزء الاكبر منها هو ما ينفق حاليا في حصر الانفاق. اشكرك شكرا جزيلا. ايام او اسابيع معدوده سوف سيتم افتتاح هذه الانفاق بالشكل اللي يجعل بن سيناء بالفعل منطقه في قلب دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار جامعه القاهره، اشكرك شكرا جزيلا واسف على المقاطعه. سؤال اخير لشريف استاذ شريف فيما يخص ان مساله تنميه اقليم قناه السويس هي المشروع الاهم الان في قناه فيما يخص قناه السويس، وبالتالي سيكون له عائدات كبيرة خلال الأعوام القليلة القادمة حتى مع بناء الأنفاق التي بنيت بالفعل أو جاري حفرها تحت القناة، ما مدى صدقية هذا الكلام؟ يعني كلنا نسمع به، ويعني انا اعتقد في بالفعل ان تنميه قناه السويس ستؤدي الى زياده الايرادات او تنميه المنطقه المحيطه بقناه السويس، ولكني اتساءل لماذا اذا بدانا بحفر التفريع الجديده لقناه السويس التي استنزفت مليارات الجنيهات، ودلوقتي يعني حتى احنا اقتربنا من موعد سداد هذه الاموال ولم يرد أي إضافة للإيرادات. فإذا كانت فعلا تنمية المنطقة هي اللي كانت هتجيب الإيرادات، كان ممكن تنمية المنطقة على قناة السويس الموجودة قبل توسيعها وقبل أن نتورط في هذه المليارات التي اقترضت، والتعجيل بالحفر والتعجيل يعني استدعاء كل الحفارات اللي في العالم علشان توسع القناة وتنجز ذلك في وقت قليل، وحتى الآن بعد مرور كل هذه الفترة لم نرى أي إضافة للإيرادات تلمس. الخبير الاقتصادي شريف عثمان كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير تتابعون بعده. رئيس البرلمان المصري يحيل مشروع قانون فيسبوك المصري إلى اللجنة التشريعية، واستمرار الحملة الأمنية على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا.